يشارك وفد من مجلس النواب في اجتماع الجمعية البرلمانية للناتو بالتعاون مع البرلمان الإيطالي ومجلس الشيوخ في مدينة فلورنسا بإيطاليا. وقد استعرض الوفد المشارك تجربة البحرين في دعم حقوق المرأة البحرينية. ويعد الاجتماع فرصة للبرلمانيين لمراجعة أهم التطورات الراهنة في المنطقة، حيث يشارك نحو 90 برلمانيا من حلف شمال الأطلسي والبلدان المشاركة. وأكد سعادة النائب عادل العسومي رئيس الوفد المشارك في نشرة سابقة أهمية هذا المؤتمر في إبراز دور المرأة البحرينية وأهم ما تتميز به على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة لتوضيح وجهة نظر البحرين تجاه الإرهاب والأحداث الأخيرة في العالم. المؤتمر مؤتمر جدا هام، يأتي بعد أحداث كبيرة جرت على مستوى العالم تقريبا. وتحدث في هذا المؤتمر رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ورئيسة البرلمان، وزير خارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية. طبعا احنا نقلنا تجربة البحرين في موضوع حقوق المرأة والتشريعات اللي حصنت حقوقها، وان البحرين الحمد لله تتميز بتجربة فريدة. فدعيناهم وهم قبلوا هذه الدعوة ان تكون تجربة البحرين من ضمن التجارب الدولية على مستوى العالم في حفظ حقوق المرأة واعطاها جميع حقوقها. فهذه طبعا احنا كان امور كثيرة وصلنا لوين وصلت المرأة البحرين. نعم. المؤتمر لجوانب اخرى على رأس الإرهاب ومحاربة الإرهاب، وبينا أن مملكة البحرين استشعرت بخطر الإرهاب من بدايات من بشكل مسبق عن كثير من الدول. بينا تجربة البحرين في التصدي للإرهاب، في التعاون مع جميع دول العالم في أنه يكون لها دور بارز، دور متميز في مكافحة الإرهاب. ووصلنا وجهة نظر البحرين أن الإرهاب ممكن يصل لأي دولة الآن، وصل لمستوى خطير جدا، وأن البحرين دائما تسعى للتعاون لتأصيل السلم العالمي